السلام عليكم متابعينا الكرام. قبل لا نبدا بالتفاصيل، اتمنى تحط لايك للفيديو وتشترك بالقناه وتفعل الجرس حتى توصل لك كل اخبارنا العاجله والمهمه. هاي قناتنا على التليجرام، اللي يحب ينضم لها رابطها راح يكون اسفل الفيديو بالوصف. من مجلس النواب احد الاعضاء اسمه منصور البعيجي، النائب منصور، يطالب وزارة التربية بإنهاء العام الدراسي الحالي واحتساب درجة نصف السنة كدرجة نهائية للصفوف الغير منتهية، وأيضا يدعو وزارة التربية لإنهاء السنة الدراسية واعتبار درجة نصف السنة عبور للصفوف الغير منتهية نظرا للظروف الحالية التي يمر بها البلد بسبب تفشي جائحة كورونا، ليس بالعراق وإنما بالعالم أجمع. جائحة كورونا السبب الرئيسي بتعطيل الحياة بصورة عامة وليس التعليم فقط، وأن نجعل الدوام إلكتروني بسبب الانتشار السريع لهذا الوباء. لذلك على وزارة التربية أن تقوم باتخاذ إجراءات مناسبة تخدم الطالب خلال المرحلة الحالية، وأيضا قال على وزارة التربية أن تتحمل المسؤولية الكاملة وتأخذ الوضع الحالي بعين الاعتبار وأن تتخذ القرارات المناسبة من أجل الحفاظ على حياة الطلاب. نأمل من الوزارة أن تراعي الظرف الراهن وتنهي العام الدراسي وتعتبر درجة نصف السنة عبور للمراحل الغير منتهية خدمة ومراعاة للجميع بسبب الظرف الحالي الذي يشهده البلد. مثل ما سمعتوا طلاب، النائب واحد من أعضاء مجلس النواب طالب وزارة التربية بأنه يعتمدون على درجات نصف السنة كدرجة نهائية وينهون العام الدراسي. يعني طبعا مثل ما قلنا لكم، الأسبوع القادم راح يكون أكو اجتماع بين وزارة التربية وراح يتخذون قرارات رسمية تصدر من هذا الاجتماع تخص جميع الطلاب المراحل المنتهية والغير منتهية، وأيضا يناقشون مقترح اعتماد درجات نصف السنة. واعتماد درجات نصف السنة هذا القرار راح يتخذوه الأكثرية، أنه يتخذون هذا القرار لأن جتهم مطالبات هواية، التربية النيابية طالبت، حقوق الإنسان طالبت، النواب أيضا طالب، فصار ضغط عليهم ما لهم حل غير يعتمدون على درجات نصف السنة وينهون العام الدراسي للمراحل الغير منتهية. إن شاء الله ننتظر الاجتماع وراح نوافيكم بكافة الأخبار. نتمنى التوفيق والنجاح للجميع.